صاحبة السؤال، ما حكم حضور الحفلات، حفلات الأعراس في هذه الأيام؟ هل ذلك جائز أم لا؟ لأن هنالك أحد أخوتي سوف يتزوج وأنا ملتزم، هيبقى أخت هي اللي أرسلت، ولا أريد أن أفعل الحرام، هل يجوز أن أحضر حفل زفافه أم لا؟ إذا كان الحفل قائما على منكرات وعلى أفعال مخلة بالآداب والقيم فيجب أن تتجنب هذه المواقف، نعم، وعليها أن تهنئ قريبها أو أخاها في بيته أو عند اجتماعهما في بيت الزوجية. نعم. أما الحفلات العامة الصاخبة التي تتنافى مع القيم فيجب تجنبها تماما، لقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. إنكم إذا مثلهم. عظيم، صدق الله العظيم.